الموضوع بتاع الفاشيه مهم جدا ان احنا نتكلم فيه، وده لاسباب متعدده. الفاشيه في الحقيقه خلال التاريخ كان في تفسيرات كتير ليها، والايديولوجيات البرجوازيه المختلفه كانت بتطرح شروح وتاويلات مختلفه للفاشيه، وكان في قراءه ماركسيه في الاساس لموضوع الفاشيه ده، وكان بالاساس الاسهام المهم جدا في القراءه دي كان اللي عمله ليون تروتسكي في فتره الثلاثينات كلها، وكتاباته عن الفاشيه في ايطاليا، وبعد كده انتشار الحركه النازيه في المانيا ووصولها للسلطه. في الحقيقه مهم جدا ان احنا نفهم المدخل المركزي للموضوع علشان نقدر ان احنا نرد على وجهات النظر الثانيه اللي بتشوف الفاشيه، اللي مثلا بتطرح ان الفاشيه في الاساس هي ظاهره ثقافيه او ظاهره تاريخيه خاصه ببلاد معينه، وان ملهاش علاقه مباشره بالرأسماليه. ده احنا محتاجين نشوف هل ده صحيح ولا لا، هل الفاشيه هي جزء اساسي من الرأسماليه او هي حاله خاصه من الرأسماليه ما نقدرش نفهمها بانعزال عن تاريخ الرأسماليه في اوروبا وفي العالم، ولا هي مجرد ظاهره ثقافيه وبالتالي التعامل معها مش محتاج استخدام المنهج المركزي في فهمها. الحاجه الثانيه المهمه هو مساله الحكم على حركه سياسيه، يعني امتى نقدر نقول على حركه سياسيه انها حركه فاشيه، امتى نقدر نتكلم عن لحظه تاريخيه معينه او سياق تاريخي معين ونقول ان السياق دون بيطرح او بيفرض وجود حركه فاشيه او ان في حركه فاشيه بدات تظهر في هذا السياق، وتطبيق دون على الواقع اللي موجود دلوقتي، وتصحيح لبعض المفاهيم اللي بتلبس المسائل ببعضها وتطلق على مثلا بعض الحركات الاسلاميه زي مثلا تنظيم الاخوان المسلمين او كذا باللفظ الفاشيه لاعتبارات ليها علاقه بانها حركه لما وصلت للسلطه كانت مستبده وانها تتبنى افكار محافظه وبعض الافكار الرجعيه وانها بتتبنى وجهات نظر عنصريه وغيرها. ده في الحقيقه محتاجين برضو نرد عليه من منطلق ماركسي. في الحقيقه المنطلق الاساسي اللي ممكن نتكلم فيه هو اللي قاله ماركس حوالين وصف الحركات السياسيه او وصف الواقع السياسي والواقع الاجتماعي، ان احنا في الحقيقه ما ينفعش نوصف الناس او ما ينفعش نوصف اي مجموعه بشريه باللي هم بيقولوه عن نفسهم او اللي هم بيدعوه او اللي هم عايزين يشوفوا نفسهم فيه. احنا في الحقيقه علشان نوصف اي حركه سياسيه لازم نشوف الظروف التاريخيه اللي بتظهر فيها الحركه دي وازاي بتتطور وازاي الظروف دهيا المحيطه بتتغير وبتؤثر فيها. من غير ما نعمل التحليل ده كله، تحليل اللي هو مبني على تحليل طبقي وتحليل سياسي في الاساس، هنفقد المعيار اللي نقدر نحكم بيه على الطبيعه الطبقيه لاي حركه. هتكلم كلمتين بسرعه على حوالين الطبيعه الطبقيه لاي حركه وعلاقتها بالمنطق او بالسياسه بتاعت الحركه دي. في الحقيقه كان لينين بيقول بشكل مباشر ان الحركه السياسيه او الحزب السياسي ما هوش مجرد انعكاس او ما هوش مجرد تمثيل للعضويه، تمثيل بسيط للعضويه بتاعته للناس اللي موجودين فيه او الناس اللي بيصوتوا له بيدوا له اصواتهم في الانتخابات. بمعنى تاني ان احيانا بيبقى التركيب الطبقي لحركه سياسيه مختلف عن المصالح السياسيه اللي هي بتمثلها. يعني مثلا هنقول كمثال، لو انا مثلا في التاريخ الرأسمالية مثلا في العالم حزب العمال البريطاني. حزب العمال البريطاني في الحقيقه تاريخيا وكذا عضويته الغالبيه العظمى من عضويته هي من العمال الانجليزي، ومع ذلك تاريخيا حزب العمال البريطاني سياساته بتمثل سياسات البرجوازيه والبرجوازيه الصغيره، وبالذات يعني مش ممكن حد يتخيل مثلا توني بلير بيمثل سياسه الطبقه العامله في بريطانيا او في العالم. فاذا التركيب الطبقي للحركه السياسيه مش بيعكس بشكل مباشر توجهها السياسي او المصالح الاجتماعيه اللي هي بتعبر عنها، كان قد يكون التركيب الطبقي مختلف عن المصالح اللي بيمثلها التيار السياسي ده واتجاهه السياسي. كمان نوع القياده السياسيه اللي موجوده في الحركه دي بتاثر جدا على سياساتها هتبقى عامله ازاي، التكتيكات اللي بتتبعها واساليبها السياسيه، الوسائل اللي بتبقى عايزه توصل بيها للسلطه
باعتبار ان اي حزب او حركه سياسيه لازم بيكون حاطط تصور عن الوسائل اللي يقدر يدخل بيها المنافسه ويوصل للسلطه. دي كلها حاجات بتعكس في الاخر الطبيعه السياسيه للحركه. عشان نتكلم عن الفاشيه، مش مهم بس ان احنا نطلق، نقول احنا هنطلق على الحركه ده فاشيه ولا مش فاشيه، مهم ان احنا نعرف ان الفاشيه تاريخيا ظهرت في خلال في سياق تاريخي معين، في مأزق تاريخي معين للرأسمالية اتجمعت فيه مجموعة من العوامل التاريخية. العوامل دي أدت لظهور ظاهرة جديدة في تاريخ الرأسمالية لكن لسه ليها وجود لغاية النهاردة، عشان هي كده مش ممكن تنفصل عن تاريخ الرأسمالية. تروتسكي هنرجع زي ما قلنا لما اتكلم عن الفاشية اتكلم عن شروط أساسية أو ديناميات أساسية كانت مهدت لظهور الفاشية في أوروبا، وبالذات هو اتكلم عن الفاشية النازية، ظاهرة النازية في ألمانيا باعتبارها أكثر نضجا وأكثر تعبيرا عن حركة الثورة المضادة، حركة الفاشية دهيا من مثلتها في إيطاليا اللي كانت الرأسمالية فيها أضعف شوية من الرأسمالية الألمانية، وحجم الطبقة العاملة وخطورتها على الطبقة البرجوازية كان يعتبر أقل بمراحل صغيرة من خطورة الطبقة العاملة وحجمها وتاريخها في ألمانيا، وبالذات بداية من ثورة 1918 في ألمانيا. في الحقيقة تروتسكي قال إن الفاشية بتمثل حركة هي التعبير عن الثورة المضادة المباشرة، هي حركة بتمثل العداء المباشر لكل ما له علاقة بالثورة، وبتظهر في سياق تاريخي بتكون في أزمة سياسية عميقة في النظام الرأسمالي وأزمة اجتماعية ضخمة جدا في النظام الرأسمالي. الأزمة دهيا بتضغط بشدة جدا على طبعا الطبقات الاجتماعية كلها، الطبقات الوسطى، وتضغط على الطبقة العاملة، بس في الشروط ان الطبقة ان في الوقت ده ان تكون الطبقة العاملة دخلت في المعركة دهيا، دخلت في حالة مقاومة للأزمة دي وللنظام السياسي، ومثلت في لحظة ما خطورة شديدة على الرأسمالية دهيا، وأخذت خطوات في اتجاه الاستيلاء على السلطة، ثم لم تستطع أن تصل بشكل مباشر أو تنجز مهمة الاستيلاء على السلطة، وبالتالي حالة إحباط وانحسار في الحركة العمالية، وبالتالي الطبقات الوسطى أو البرجوازية الصغيرة اللي هي طول التاريخ بيتكلم عنها تروتسكي ان هي ما تقدرش تاخد موقف سياسي مستقل بذاتها، وده لطبيعتها الطبقيه والاجتماعيه والتاريخيه وغيرها، انها مش بتمثل احدى الطبقتين الكبار في المجتمع الراسمالي، وبالتالي هي ايديولوجيا وسياسيا تابعه لاحدى الطبقتين. فلما بتشوف الطبقه العامله عاجزه وغير قادره على انها تحل وتحسم الازمه في اتجاه تغيير للنظام يحسن من وضعها المعيشي، فبيبقى ساعتها من السهل على البرجوازيه الكبيره انها تستخدم وتشحن البرجوازيه الصغيره دي اللي مطحونه بفعل الازمه واللي اصابها الياس والاحباط من امكانيه التغيير بالاشكال الديمقراطيه البرجوازيه في الحاله ده، وتحركها تستخدمها في تاريخيا تستخدمها كحركه شعبيه ضد الطبقه العامله، مش بس ضد الطبقة العاملة، ده في الحقيقة ضد كل مكتسبات الطبقة العاملة بما فيها الديمقراطية البرجوازية نفسها، بما فيها أشكال الديمقراطية الحزبية والبرلمانية. ده الديناميات أو السياق الأساسي اللي ظهرت فيه الفاشية تاريخيا. في الحقيقة ما نقدرش نقول إن الفاشية طول الوقت في التاريخ وفي كل البلاد وفي كل الأزمان هتظهر بنفس الشروط وبنفس المواصفات دهيا بالظبط، وبنفس اشكال الحركات اللي ظهرت في النازيه في المانيا او في الحركه الفاشيه في ايطاليا، لكن مهم ان احنا نبقى فاهمين ان في عناصر اساسيه في التفاعل الصراع التاريخي هي اللي ممكن تقول ان في الوقت ده في امكانيه ان يبقى في حركه فاشيه او ما فيش امكانيه ان يبقى في حركه فاشيه. النقطه الثانيه المهمه عشان نبقى فاهمين ده برضو هو ان البرجوازيه في الحقيقه تاريخيا بتستخدم أشكال مختلفة أو طرق مختلفة علشان تقدر تحكم. الحقيقة البرجوازية بتعتمد زي ما قلنا قوتها والسلطة بتاعتها متركزة في الدولة الرأسمالية، في الأداة الأساسية بتاعتها، والدولة الرأسمالية جوهرها هو أداة لقمع الطبقات المستغلة والمضطهدة في المجتمع الرأسمالي، أداة للحفاظ على امتيازات الطبقة البرجوازية وعلى حقها في الملكية الخاصة وفي التراكم وفي المنافسة وفي تضخيم راس المال
بتاعها على حساب الطبقات الشعبيه. ولكن في الحقيقه الطبقه البرجوازيه ما تقدرش انها تحكم بس بالطريقه دي، او في معظم الاوقات في التاريخ ما حكمتش بس بالقمع المباشر، بمعنى استخدام القمع المباشر لقوات الجيش او قوات الشرطه ضد الطبقات الشعبيه، ضد المقهورين. ولان المجتمع الراسمالي مش بس الطبقه الراسماليه والطبقه العامله، في شرائح اجتماعيه موجوده في النص، وزي ما قلنا الشرائح الاجتماعيه ده هي ما لهاش دور سياسي مستقل، صعب جدا يبقى ليها دور سياسي مستقل، وده لانها طول الوقت متمرجحه ما بين الخوف من انها تنزل لمستوى الطبقه العامله والتطلع انها تصعد او تتسلق طبقيا لمستوى الطبقه البرجوازيه، في نفس الوقت اللي هي عندها برضو خوف وعندها حاله عداء بالذات في وقت الازمه تجاه الراسماليه الكبيره اللي بتضغط عليها برضو. وبالتالي هم عندهم حاله خوف ان العامل ده يبقى بيتساوى بي انا البرجوازي الصغير، انا مش زي العامل اللي هو ما عندوش حاجه بيملكها، انا عندي وسيله انتاج او انا عندي العلم التقني بتاعي او عندي الوسيله المعرفيه بتاعتي اللي اقدر ان انا اشتغل بيها ويبقى ليا وضع اجتماعي. اوكي، وفي نفس الوقت في وقت الازمه هو بيبقى حاسس بظلم واستغلال من الراسماليين الكبار، ده بيخليه طول الوقت في حاله التذبذب دهيا. الطبقه البرجوازيه في الحقيقه خلال التاريخ كانت دايما محتاجه انها تكسب، مش بس انها تقمع الطبقات الشعبيه والطبقات الوسطى، كانت محتاجه تكسب بدرجه ما التعاطف بتاع الطبقات دي وتكسب تأييدها، تكسب نوع من التوافق اللي كان بيتكلم عنه جرامشي بالذات في كتاباته حوالين ان ازاي الطبقه البرجوازيه بتكسب توافق الطبقات الثانيه، وانها مش بس بتستخدم تاريخيا العصايه، هي كمان بتستخدم الجزر، يعني بتستخدم الحاجتين مع بعض، وان اي طبقه علشان تحكم وتقدر انها تسيطر وتفرض الهيمنه بتاعتها بالمصطلح بتاع جرامشي لازم تكون بتستخدم الوسيلتين دول مع بعض وتكسب توافق الطبقات الثانيه. وعشان كده كانت الراسماليه وبالذات في الدول اللي حصل فيها ثورات برجوازيه تاريخيا كانت محتاجه للبرجوازيه الصغيره دي، وكانت الاداه الاساسيه لكسب البرجوازيه الصغيره دي اللي هي من خلالها تقدر انها تخدع الطبقات المطحونه والطبقه العامله، هي الديمقراطيه البرجوازيه، الديمقراطيه البرلمانيه، ان مساله الاحزاب البرجوازيه والبرلمان وكذا، وهو ان الديمقراطيه دي كانها بتتيح الفرصه لكل الناس اللي هي جوهر افكار البرجوازيه الصغيره، ان احنا كلنا زي بعض والفرص متكافئه في المجتمع الراسمالي، وانا لو شديت حيلي هبقى كويس ومش عارف ايه. وبالتالي الطبقه البرجوازيه بتمثل الافكار، بتحمل الافكار بتاعت الطبقه البرجوازيه الصغيره، بتحمل الافكار البرجوازيه الكبيره، تكسبها من وبتكتسبها من المدارس والجامعات اللي بتدخلها وبتستخدمها علشان تحاول تسيد الهيمنه او الخطاب الثقافي والسياسي بتاع الطبقه البرجوازيه. والاداه الاساسيه بتاعتها في ده هو الاحزاب، النظام الحزبي والمجتمع المدني بشكل عام، والديمقراطيه البرجوازيه وحتى بالتحديد الديمقراطيه البرلمانيه. في الحقيقه اللي حصل، اللي بيحصل بقى في الفاشيه هو ان مع تعمق الازمه اللي احنا بنتكلم عنه ده، هو البرجوازيه الكبيره من الصعب انها تضحي بشكل سريع بالتأييد بتاع الطبقات الشعبيه الثانيه بحاله التوافق دهيا، وبالتالي من الصعب على البرجوازيه الكبيره انها تستخدم سلاح العنف والقمع المباشر طول الوقت، انها تقرر انها تخوض حرب اهليه ضد الطبقات العامله، انها تخوض معركه طاحنه، معركه حياه او موت ضد اي شكل من اشكال المقاومه السياسيه، ضد اي شكل من اشكال الديمقراطيه او من اشكال المشاركه للطبقات الشعبيه في السلطه. ده مش قرار سهل جدا على الراسماليه، لكن الراسماليه في تاريخها ممكن تاخد القرار ده في الوقت اللي بيبقى خلاص تقريبا ما فيش اختيار تاني فيها، لما بيكون البدائل الديمقراطيه دي كلها والبدائل البرجوازيه بدات الطبقه البرجوازيه الكبيره شايفه ان كل ده ما عادش نافع، علشان ان حتى الديمقراطيه البرجوازيه ده، حتى التنظيمات العماليه اللي هي جوه البرجوازيه، النقابات وغيرها، حتى دي اصبحت خطر واصبحت عائق في طريق الراسماليه الكبيره، وبالذات في وقت الازمه الاقتصاديه. وبالتالي بيبقى انها تطحن كل الطبقات دي بشكل مباشر وتوجه العنف المباشر ضدها هو الطريق الوحيد. طيب الدوله الراسماليه او النظام الراسمالي علشان يقدر يفرض الديكتاتوريه ده هي
بيستخدم في الاول اسلحه القمع التقليديه بتاعته، الشرطه والجيش والقوانين الطوارئ والدساتير الدكتاتوريه وغيرها. ولكن اذا اكتشف ان الاسلحه دي كلها ما عادتش نافعه، كل الاسلحه اللي موجوده في النظام القديم البرجوازي التقليدي بما فيها الاسلحه القمعيه بما فيها الانقلاب العسكري والدكتاتوريه العسكريه ما عادتش كافيه انها تواجه الحركه العماليه اللي بقت على شفا السلطه، وانها هددت فعلا في وقت من الاوقات انها ممكن تسحق الطبقه الحاكمه. لما بتعمل ده فبتخلق ظاهره تاريخيه في الحقيقه فريده، انها بتبدا ترجع تاني. خلي بالك اقول لكم ترجع تاني ليه، بتحاول انها تستخدم قطاعات شعبيه من الجماهير نفسها وتحاول انها تحربها وتشحنها وتستثمر وتوظف الغضب واليأس والإحباط بتاعها ضد الطبقات اللي تحتها، ضد الطبقة العاملة. وبالتالي كأن هنا الطبقة البرجوازية بتستخدم وسائل، هي مش ثورية بقى هنا في الحالة دي، هي وسائل ثورة مضادة مباشرة، بتشحن أو بتهيئ قطاعات شعبية ضد الطبقة العاملة، لأن أصبح أجهزة الدولة التقليدية، أصبح الوسائل التقليدية بتاعت الدولة الرأسمالية مش كافية انها تقمع الطبقات العاملة وتنهي مقاومتها، وبالتالي بقت لازم تدور على بديل جماهيري لتأييد وقاعدة شعبية، والبديل ده يكون على درجة كبيرة جدا من العنف، وعلى درجة كبيرة جدا من كل بقى الشحن بالأفكار الرجعية والأفكار العنصرية، واللي هنقول ليه الأفكار دي بتبقى بالحدة وبالفجاجة ده هي في النظام الفاشي، لأنها في الحقيقة هي حركة تخلص من تنظيمات الطبقة العاملة. وبالتالي الجوهر الأساسي لحركة الفاشية هو تحطيم مقاومة الطبقة العاملة، هو تدويب الطبقة العاملة وتحويلها من طبقة ليها تنظيماتها ليها كياناتها وكذا إلى أفراد. الأفراد دول ممكن يخضعوا للعمل الإجباري، والأفراد دول عليهم إن هم يقبلوا بالنظام اللي موجود واللي بيدعي إن هو بيساوي ما بين كل الناس وإن هو بيمثل مصالح الأمة ككل. وبالتالي ده الجوهر الأساسي بتاع الفاشية. الفاشية بتعبر بشكل مباشر عن الثورة المضادة، ثورة مضادة بمعنى إنها بتيجي بعد موجة ثورية كبيرة، وده اللي حصل في أوروبا، حصل في منتصف العشرينات في إيطاليا، وفي نفس الوقت تقريبا أو في أواخر العشرينات بعديها في ألمانيا، وانتهى بوصول الفاشية للحكم بنموذج موسوليني ونموذج هتلر. هي الثورة المضادة بشكل مباشر بتستخدم أساليب الحرب الأهلية، بتعتمد على قاعدة شعبية وجماهيرية بالأساس من البرجوازية الصغيرة المحبطة، وتقنعها إن الأزمة اللي موجودة سببها هي الطبقة العاملة، وبالتالي هي نوع من أنواع الإسقاط، يعني جزء منها يعتبر مرض نفسي اجتماعي أو يعني هي حالة نفسية اجتماعية بتوظفها البرجوازية لطحن الطبقة العامة. إن المشكلة مش في الرأسمالية، المشكلة في الأزمة، المشكلة مش في الرأسمالية كلها، المشكلة في الأزمة الاقتصادية، والأزمة الاقتصادية دي اللي مصعبها واللي عملها كده هو الطبقة العاملة والنقابات والحاجات اللي هي بتدافع عن الطبقة العاملة والأجور والكلام ده هو. وطبعا لأن المشكلة في الأزمة الاقتصادية فبرضه ممكن يبقى المشكلة في البنوك، في النظام البنكي الكبير، مش في الرأسمالية كلها، أوكي؟ وطبعا لان معظم الناس اللي بيشتغلوا في البنوك واللي بيديروا البنوك والمؤسسات ده من اليهود في اوروبا، فيبقى المشكله في اليهود في الاساس، ومن هنا برضو موضوع اعداء الساميه. في الحقيقه تروسكي اتكلم عن الايديولوجيا والافكار بتاعت الفاشيه، وقال ان استخدم مصطلح جميل جدا ومجازي، بيقول ان الفاشيه بتمثل الطبقة البرجوازية وهي بتتجشأ البربرية التي لم تستطع الرأسمالية أن تهضمها. يعني كل العناصر البربرية والأفكار الرجعية اللي موجودة جوه المجتمع الرأسمالي، اللي موجودة في الطبقات اللي كان ليها جذور ما قبل المجتمع الرأسمالي، في اللي موجودة في الطبقات المعادية لفكرة التقدم بالأساس أو اللي التقدم بيطحنها في المجتمع الرأسمالي، كل ده بيطلع من تحت الركام ويبدأ يظهر على السطح جوه الفاشية. وبالتالي الفاشية هي ما بتجيبش أفكارها من بره الرأسمالية، ما بتجيبش أفكارها من بره المجتمع الرأسمالي، هي أفكار الطبقة الحاكمة برضو، أوكي، عندها درجة كبيرة جدا من الحدة، وفي خليط كده ومزيج
بيتكون من الافكار ده هنا بيمثل افكار الفشاية. ولكن هنرجع للجملة اللي قلناها في الاول، ما نقدرش ان احنا من خلال الافكار بس نحكم على طبيعة الحركة السياسية، لازم نبص لكل الجوانب اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني ما اقدرش النهارده ان انا اقول ان في حركه سياسيه تتبنى افكار عنصريه او معاديه للساميه او ضد المراه او افكار امبرياليه مثلا توسعيه او كذا، ان انا اقول على الحزب دون لمجرد بس كده ان هو حزب فاشي او انه بيمثل الفاشيه. ده برضو خطا كبير جدا. وبالتالي هو تروتسكي قال ان الفاشيه ده هي بتمثل خليط قذر من الافكار بتاعه الطبقه الرأسمالية موجودة مع بعض، وان الكلام اللي بيقعد يقوله هتلر ده في الحقيقة ما بيحملش وراه ايديولوجية او سياسة واضحة، هو في الحقيقة زي ما يكون هو بيعبر عن حالة غضب عام موجود في المانيا. كان بيقول ان وقتها الجنرالات الجيش والطبقات الوسطى في المانيا كلها عايزة تدب بايديها على الترابيزة، فلاقوا واحد صوته عالي بدرجة كبيرة وبيقول كلام في حالة الخنقة والغضب ده هين، وبالتالي كل شوية بقى يشوف ايه الكلام اللي بيعجب الجمهور وبيحمسهم جدا، فبدأ يطور الكلام بتاعه وبالتالي يخلق كأنه بيخلق، يعني هنا مش نظرية سياسية، هي نظرية خطابية في الأساس أو ظاهرة صوتية تافهة جدا، ولكن في الظرف التاريخي ده بتقدر أنها تثير وتؤثر في الجماهير المحبطة ده هين. الفاشية في الأساس في ألمانيا ما كانتش ما وصلتش للسلطة، ده برضو مهم ان احنا نشوفه، عن طريق مجرد مؤامرة او عن طريق انقلاب، وده فرق مهم جدا ما بين الفاشية وما بين النظم العسكرية اللي بتيجي عن طريق انقلابات عسكرية. احنا قلنا من شوية ان جوه الدولة الرأسمالية يعني لو حصل انقلاب عسكري فده تحرك او انقلاب جوه النظام الرأسمالي، بيبقى هدف منه هو وضع مؤسسة الجيش مؤسسات السلطة القمعية في الوضع المركزي للسلطة السياسية وتهميش المؤسسات الديمقراطية التانية. ده بيحصل عن طريق انقلاب، ممكن يحصل عن طريق انقلاب وفي الغالب ده اللي بيكون موجود، لكن زي ما قلنا ان الحركة الفاشية لا بتعتمد على قاعدة جماهيرية، هي في الحقيقة مش حركة بتمثل البرجوازية الصغيرة وسياساتها، ولكنها بتصعد على اكتاف البرجوازية الصغيرة، ودي حاجة مهمة جدا علشان نتكلم فيها. هل الحركة الفاشية فعلا كانت بتعبر عن المصالح الاقتصادية لجماهيرها للبرجوازية الصغيرة للشرائح الاجتماعية اللي موجودة فيها للعصابات اللي بتنزل تقتل العمال والنقابيين وتحرق المقرات الأحزاب الشيوعية والحزب والأحزاب الاشتراكية؟ هل فعلا لما وصلت الفاشية للسلطة في إيطاليا وألمانيا كانت بتمثل مصالح الشرائح ده؟ في الحقيقة لا، وده اللي كنا بنقوله في الاول، ان تركيبها الطبقي وتركيبها الاجتماعي وحتى بعض الشعارات اللي استخدمتها عشان تقدر انها تشحن الجماهير دهين بيبدو انها بتخدم مصالح البرجوازيه الصغيره، بس في الحقيقه البرجوازيه الصغيره ملهاش مصالح مستقله في المجتمع الرأسمالي، وبالتالي هي اجلا او عاجلا اذا حطت في السلطه خلاص فهتبقى مضطره علشان تثبت نفسها وتحافظ على وجودها، وفي الاساس هي جايه علشان كده انها تتحالف بشكل مباشر مع البرجوازيه الكبيره، وده اللي حصل بالظبط في المانيا، لان البرجوازيه الكبيره في المانيا ما اخترتش في الاول بسرعه الفاشيه لانها كانت مدركه خطوره استخدام السلاح المباشر ده، استخدام السكينه بشكل مباشر، وبالتالي لكن بعد كده لما لقيت الازمه تتعمق والبدائل السياسيه كلها بدات تنتهي بما فيها حتى الدكتاتوريه العسكريه مثلا شلايشر او برونينج او غيره، لا بقت ان خلاص يعني هتلر ده هو الحل، وان العصابات بتاعته والمجموعات ده هي تقدر انها تساعدنا في اللحظه ده، وبالتالي وصوله للحكم كان عن طريق توافق ما بين الاجنحه الطبقه البرجوازيه وفي الاساس الجيش في المانيا اللي كان ليه دور سياسي كبير جدا في الثوره المضاده في المانيا من 18 لغايه 23 ثم بعدها 26 خلال جمهوريه الفايمر ده، كان الجيش ليه دور اساسي، وبالتالي كان الجيش ليه قرار اساسي في ان هتلر هيحكم، ولكن ده ما جاش بس عن طريق انقلاب، ما جاش عن طريق انقلاب وخلاص، ده جه عن طريق في حركه جماهيريه وشعبيه واقفه ورا ده هو. طيب في سؤال مهم، هل حركات الفاشيه ممكن تستخدم الوسائل الديمقراطيه؟ ممكن تستخدم البرلمان، ممكن تستخدم النقابات، ممكن تستخدم الوسائل دهيا علشان تقدر تفرض السلطه وتقدر انها توصل للسلطه عشان تنفذ البرنامج والمشروع بتاعها؟ في الحقيقه ممكن تعمل كده، وده بالظبط اللي عمله هتلر
وعملوا بشكل تجريبي زي ما كنا بنقول من شويه. هو في الاول حاول ان هو يخلق السلطه بتاعته او سلطه الحزب بتاعه اللي هو الحزب الالماني، الحزب العمال الالماني الاشتراكي الديمقراطي، وهنقول التسميه ده هي الاشتراكي الاشتراكي الوطني، يعني اسف حزب العمال الالماني الاشتراكي الوطني. اوكي، فهو في الاول حاول ان هو يوصل عن طريق انقلاب، وكان في البدايه في بافاريا، وكان مشهور جدا تاريخيا ان الانقلاب، محاوله الانقلاب دي سموها محاوله الانقلاب بتاعت قاعه البيره، لانه كان في قاعه البيره وطلع على الترابيزه وقرر ان احنا يعني هنعمل انقلاب وهنوصل الجنرال ده للسلطه وكذا. فالجنرال ده طبعا رفض يعني وقتها، فبعد كده لما وصل هتلر للسلطه طبعا قعد من الجنرال اللي هو حليفه ده لانه خان ورفض انه يوصل للسلطه في اللحظه دهين. فلما لقى ان المحاوله دي فشلت والطبقه البرجوازيه يعني وقتها عاتبته وسجنوه، بس سجنوه بطريقه يعني حساسه جدا، كانوا كانوا بيكافئوه مش بيعاقبوه، يعني كان سجنوه في الوقت دون اظن مش فاكر كام شهر، يعني شهور معدوده جدا، واللي هو السجن بتاعه كان بيقابل فيه اصدقائه عادي جدا، والقاضي نفسه اللي حكم عليه قال ان ده راجل عظيم وبيمثل روح الوطنيه الالمانيه والجنرال والقائد الالماني العظيم اللي بيفكرنا بالرايخ وبامجاد المانيا، ولكن احنا مضطرين بس ايه نحتجزك عندنا شويه وماشي. فهو حاول يعمل ده، وبعد ما فشل في ده بدا يفكر ان طيب ايه المانع ان انا العب اللعبه بشكل انتهازي، يعني ايه المانع ان انا استخدم بقى الوسائل الديمقراطيه والرايخستاج اللي هو البرلمان الالماني وغيره علشان ان انا ابدا اخلق منبر ليا اكسب عليه قواعد البرجوازيه الصغيره دهيا. لكن الهدف في الاساس ان انا مش عايز البرلمان ده ولا عايز الحاجات ده، ده هدف في الاساس ان انا اكسبهم عشان يروحوا يحرقوا البرلمان ده، فانا حوصل للبرلمان ده علشان اتخلص منه في الاساس، ممكن ادخل في تحالفات وقتيه مع احزاب اليمين وكذا علشان التحالفات الوقتيه دي، بس عشان تفيدني ان انا في الاخر حوصل للسلطه لوحدي بالحزب بتاعي، ودول كلهم حشوتهم، وده اللي حصل فعلا في الحقيقه. فهو في الحقيقه الفاشيه ممكن تستخدم وسائل الديمقراطيه، ده بنشوفه لغايه دلوقتي حتى في اوروبا، ان بيدخلوا انتخابات وبيبقوا عايزين يوصلوا لكراسي، بس في الحقيقه هم مش هدفهم ان هم يفضلوا جوه الديمقراطيه، هم هدفهم ان هم يوصلوا لانهم يستولوا على كل الحكومه وكل السلطه بتاعت مؤسسات الدوله، ويبداوا يستخدموا بقى السلاح الاساسي بتاعهم ده، يسيبوا السكاكين والمطاوي والحاجات الخايبه اللي بيمسكوها دي، ويبداوا يستخدموا بقى اسلحه الدوله المنظمه كلها لتنفيذ المشروع بتاعهم، عشان يثبتوا ان هم الكلاب المخلصين بتوع الطبقه البرجوازيه الكبيره. احنا بنعمل اهو اللي انتوا بالاحزاب بتاعتكم قاعدين خايبين ومش عارفين تعملوه، الديمقراطيه البرجوازيه بتاعتكم خلقت حاله فوضى وخلقت ارتباك والناس مطحونه، فاحنا هنسكت كل دون اللي انتوا خايفين تعملوه، احنا هنعمله بالنيابه عنكم، اذا انتوا خايفين تلوثوا ليكم بالدم احنا مستعدين لده. طيب هل الفاشيه بالطبيعه وبالمنطق اللي احنا اتكلمناه ده وبالظروف التاريخيه اللي بتظهر فيها، هل ممكن الفاشيه ان احنا مقاومتها او التعامل معها هل بيشبه التعامل مع الاحزاب اليمينيه او اي حزب ديكتاتوري موجود في السلطه او اي حزب بيمثل البرجوازيه سواء بره السلطه او في السلطه؟ هل احنا لازم ان احنا في الوقت ده نتعامل معها باعتبارها منافسه، يعني او احد الاطراف المنافسه سياسيا لاحزاب الطبقه العامله او تنظيمات الطبقه العامله؟ في الحقيقه الدرس التاريخي القاسي جدا اللي اتعلمناه من تاريخ الماركسيه في دراستها للفاشيه هو ان الماركسيين وان الطبقه العامله في الحقيقه كلها عليهم ان هم ما يسيبوش منفذ او متنفس للفاشيه. يعني ما فيش مساحه خلاص لان الطبقه العامله خلاص تستنى على الفاشيه او تعتبرها مجرد منافس ليها، لان في الحقيقه الاثنين على طرفي نقيض تماما، حد فيهم هيقتل الثاني. فاذا الطبقه العامله واذا تنظيمات الطبقه العامله تعاملت باريحيه مع الحركه الفاشيه وسمحت لها انها تقوي قوتها في الشارع وتستخدم المنابر علشان تفرض الدعايه بتاعتها وتبدا تستخدم البلطجه بتاعتها في الشارع، اذا سمحت لها بده فده معناه انها بعد شويه هتبقى ضحيه لده هو بشكل مباشر. وعشان كده مش ممكن، يعني تاريخ الماركسيين الثوريين في العالم كله خلاص من بعد المآسي بتاعت الفاشيه ده كان هو ان الحركه الفاشيه مش
مش مسموح انها تبقى موجوده، بعكس اللي بتقوله الاحزاب حتى اللي بتسمي نفسها احزاب اشتراكيه ديمقراطيه في اوروبا دلوقتي، هو طب ما تدي لهم فرصه وينجحوا في الانتخابات او ما ينجحوش، ما هي دي قواعد الديمقراطيه البروبوزال. لا يعني دي مش ممكن، ما دام حركه فاشيه مش ممكن يبقى قواعد البروبوزال الديمقراطيه دي حاجه فعاله معاها، لانها اصلا ضد مش بس فكرة البرجوزية الديمقراطية، هي ولا بس ضد الأحزاب الشيوعية والاشتراكية، هي كمان ضد الطبقة العاملة باعتبارها طبقة تاريخية. وبالتالي برضو السؤال الثاني، مين أكتر طبقة اجتماعية ممكن تقدر أنها تقاوم وتواجه الفاشية؟ منطقي من اللي احنا اتكلمنا فيه ده هو أن التوجه الأساسي للفاشية هو ضد الطبقة العاملة، وأن الفاشية في الحقيقة داخليا ما عندهاش القوة، ده كان بيتكلم فيه تروتسكي بشكل مهم جدا، ان بدايه الحركه الفاشيه في المانيا ما كانش عندها القوه اللي موجوده تاريخيا عند الطبقه العامله، وبالتالي الطبقه العامله عندها قوه التنظيم، عندها قوه التنظيم الذاتي، عندها التراث التاريخي بتاعها، عندها مكتسباتها الديمقراطيه من تنظيمات وغيرها اللي اكتسبتها خلال معاركها خلال التاريخ، وده اللي يخليها تتميز بقوه ووسطها الاجتماعي في المجتمع البرجوازي عن الطبقات الوسطى وعن الطبقات البرجوازيه الصغيره، وبالتالي اذا تكونت حركه معادله للطبقه العامله من الطبقات ده او من البرجوازيه الصغيره، فالطبقه العامله هي الثقل الاساسي او هي القوه الاساسيه اللي تقدر انها تسحق الحركه ده في بدايتها اذا عملت ده باستخدام استراتيجيه وتكتيك ثوري سليمين. وبالتالي ان فكره ان التحالف مع البرجوازيه بشكل فكره الجبهه الشعبيه اللي تبناها الخط الاستاليني في بلاد كتير في الوقت بتاع صعود الفاشيه، هو ان احنا تعالوا نتحالف مع كل الاحزاب البرجوازيه خلاص، وخلوا الاحزاب الشيوعيه بتاعتنا تدخل فيها، ومفيش مانع ان احنا في الوقت الحالي عشان نكسب تحالف الليبراليه البرجوازيه الليبراليه كلها، ان احنا نسكت شويه الطبقه العامله ونهدي شويه من المبادره الطبقه العامله ومن تحركاتها علشان نكسب التحالف الكبير ضد الفاشيه. طبعا ده حصل في اسبانيا وحصل في فرنسا. في اسبانيا كانت النتيجه مذابح كبيره جدا، كانت نتيجه صعود نظام فرانكو، لان ببساطه شديده البرجوازيه الكبيره الاحزاب البرجوازيه الليبراليه ما عندهاش ازمه عميقه مع الفاشيه، ولانها لو اتحطت في اختيار ما بين ديكتاتوريه الطبقه العامله وديكتاتوريه الفاشيه في لحظه تاريخيه معينه تختار في الحقيقه ديكتاتوريه الفاشيه، وحتى لو خرجت من المشهد ده وهي بتدعي انها بتبكي وبتدعي انها اسفه على الديمقراطيه البرجوازيه، لكن هيقعدوا وهيدافعوا عن هيفضلوا محتفظين بمكتسباتهم وفاتحين السكه للفاشيه اللي جابتها الانتخابات او اللي جابها الانقلاب او غيره. وبالتالي الطبقه العامله في الاساس، مبادره الطبقه العامله، تنظيمات الطبقه العامله هي الاساس في تكوين اي جبهه ضد حركه فاشيه. اوكي طيب، احنا كنا بنتكلم في دون واتكلمنا على حاجات في التاريخ، علشان نبدا نتكلم بقى هل الفاشيه النهارده في العالم هي ايه بالظبط؟ هل هي نسخه من نمط الفاشيه في العشرينات والثلاثينات القرن العشرين، ولا حصل اختلافات ما بينها؟ طيب هنا في مصر هل في امكانيه لوجود حركه فاشيه دلوقتي في مصر؟ هل في تنظيم من التنظيمات السياسيه في مصر دلوقتي نقدر نقول عليه حركه فاشيه؟ هل الاخوان المسلمين مثلا نقدر نسميهم حركه فاشيه؟ في الحقيقه زي ما قلنا ان الفاشيه بتعتمد على ديناميات معينه في الازمه بتاعت النظام الراسمالي، ومن خلالها بتظهر كالحل الاخير، يعني كانها زي ما كنت بقول قبل كده، زي ما مريض قلبه يقف تماما، الراسماليه هي مريض قلبه وقف، وحد بيستخدم الصدمه الكهربائيه علشان يحاول يفوق. الصدمه الكهربائيه دي حاجه مؤلمه جدا وحاجه ممكن تسيب حروق على جسم المريض، بس ده الحل الوحيد اللي ممكن يستخدم في اللحظه ده بالعنف وبالقسوه بتاعته عشان يفوق الراسماليه تاني. وبالتالي الحركه الفاشيه ما ينفعش تبقى ظهرت في التاريخ بقالها، يعني ما ينفعش تبقى ظهرت مثلا كحركه ليبراليه او كحركه وسطيه او غيره، او كحركه بتمثل الديمقراطيه الليبراليه وفجاه تقرر انها تبقى حركه فاشيه. ده صعب جدا، وده الطبيعه اللي احنا شرحناها، انها في الاساس بتظهر في المأزق التاريخي ده عشان تمثل حاله الياس والاحباط. طيب هل كل احزاب البرجوازيه الصغيره، كل الاحزاب اللي بتمثل
او اللي بتواجه خطابها للبرجوازيه الصغيره احزاب فاشيه، يعني اي حزب فاشي، الاخوان المسلمين مثلا اللي هو الكوادر الاساسيه بتاعته او الكوادر الوسيطه بتاعته من البرجوازيه الصغيره، هل ده اقدر اقول لان تركيبها الطبقي كده فهي حزب فاشي؟ في الحقيقه هرجع برضو لتروتسكي، كان بيتكلم عن حاجه شبيهه بكده شويه، في كان بيتكلم عن الحزب الثوري الاشتراكي الروسي، وده كان في الحقيقه حزب بيمثل الفلاحين وطبقه البرجوازيه الصغيره في روسيا، وكان ليه تاريخ مع الحركه الارهابيه الحركه الشعبيه في روسيا وعمليات ارهابيه وكذا. وبعدين الحزب ده زي ما توقع البلاشفه لما دخلت روسيا في ازمه ثوريه الحزب ده انحرف يمينا تماما، اصبح ما بيمثلش مصالح الفلاحين الفقراء، وبقى بيدافع بشكل مباشر عن مصالح كبار الملاك، حتى تاريخه اللي ليه علاقه بالارهاب ضد سلطه الدوله ده كله اتمحى تماما. فكان بيقول عنه تروتسكي في مقارنته بالحزب الفاشي او الحزب النازي في المانيا ان الحزب الثوري الاشتراكي بيمثل حزب الامل بالنسبه للبرجوازيه الصغيره، حزب الامل الثوري بالنسبه للبرجوازيه الصغيره، ولكن الحزب الفاشي بيمثل حزب الياس بالنسبه للبرجوازيه الصغيره، بيمثل حزب الاوهام اللي خلقت من الياس في الحقيقه من الثوره عامه، وبالتالي هو بيمثل الثوره زي ما قلنا بيمثل مشروع مباشر للثوره المضاده بالمفهوم ده. هو انا تقديري يعني واعتقد ان انتم ممكن توافقوني في دون هو ان حزب الاخوان المسلمين مع الفرق التاريخي طبعا هو بيمثل برضه حزب الامل الكاذب بالنسبه للبرجوازيه الصغيره، هو حزب بيتبنى خطاب اصلاحي في الاساس، والخطاب دون بيبان زيفه بينكشف بدرجه كبيره مع وصول الحزب ده للسلطه، خلاص؟ والحزب ده في الاساس بيعتمد على انه يخلق قواعد جماهيريه من خلال شغله جوه المؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الديمقراطيه اللي موجوده او اللي فيها اي امكانيه ان هم يوصلوا بشكل ديمقراطي. وفي الحقيقه هم طول الوقت ما يقدروش ان هم يستغنوا تماما عن شيء من الديمقراطيه البرجوازيه، عن شيء من المؤسسات اللي جوه الدوله والنظام البرجوازي. ده مختلف تماما عن اللي احنا اتكلمنا فيه عن الفاشيه. الاخوان المسلمين لما وصلوا للسلطه بان جدا ان هم بيمثلوا مصالح البرجوازيه الكبيره، واحنا كان تحليلنا تاريخيا ليهم من البدايه ان هم الاخوان المسلمين لو حصل ازمه ثوريه في مصر ووصلوا للسلطه هتبدا تبان جدا التناقضات اللي موجوده في الخطاب السياسي بتاعهم، وهيبان جدا انحياز الحزب وقيادته وسياساته للبرجوازيه الكبيره في مصر اللي مش هتفرق كتير عن سياسات مبارك، وده اللي اثبته فعلا التاريخ. ولكن من الناحيه الثانيه ما نقدرش نقول ان لان دون موجود ان الاخوان المسلمين هي حركه فاشيه بالتعريف. اولا لان الاخوان المسلمين الهاجس الاساسي بتاعها مش هو الطبقه العامله، يعني هي عندها اعداء طبعا للطبقه العامله وهي موجوده في السلطه، ولكنها مش جايه تاريخيا في اللحظه ده هي بالذات علشان تمثل حاله فرملة او قمع او تحطيم الطبقه العامله اللي الطبقه البرجوازيه كانت شايفه انها خلاص بقت على مشارف السلطه او خطر مباشر على مصالحها. في الحقيقه يعني الظروف التاريخيه وظروف الطبقه العامله في مصر عامه وفي العالم الثالث ما بتطرحش الازمه بالعمق ده، هو عشان كده يعني دايما اللي حصل في التاريخ ان هنلاقي الفاشيه ظهرت في الدول الراسماليه اللي فيها الراسماليه الكبيره، ما صعب جدا انها تلاقيها في حركات سياسيه موجوده في دول العالم الثالث. وبالتالي قلنا ان خطاب، في فرق ما بين خطاب الاخوان المسلمين اللي هو خطاب اصلاحي في الاساس خادع بالنسبه للناس، وكلمه اصلاحي هنا زي ما كان بيقول احد الرفاق هو مش كلمه كويسه، يعني خطاب اصلاحي بمعنى انها لما هيبقى في ثوره وهتبقى موجوده في السلطه ده هتمثل الثوره المضاده. الاصلاحيه في وقت الثوره يعني الثوره المضاده بشكل الثوره المضاده. اوكي بس الفاشيه هي الثوره المضاده، يعني الثوره المضاده يعني الثوره المضاده اس 2 الثوره المضاده المباشره بتستخدم في الحقيقه الوسيله الاساسيه للفاشيه هي الحرب الاهليه بعكس الوسائل اللي بتستخدمها الاحزاب الاصلاحيه. الاحزاب الاصلاحيه في الاساس وده هنشوفه في الاخوان المسلمين معظم الحركات الاسلاميه اللي موجوده بتعتمد على فكره الشرعيه القانونيه، فكره ان كل حاجه حتى لو هي بتعملها تحاول تخلقها قانون او دستور. يعني مرسي لما حب ان هو حابب ان هو يعمل سلطات ديكتاتوريه ليه فاللي هو بيعمل تعديل دستوري،
اوكي. طبعا يعني من العبث ان احنا نتخيل ان هتلر وهو موجود في السلطه محتاج يعمل تعديل دستوري علشان يمارس سلطته الدكتاتوريه. طب مفيش حاجه بتقول كده خالص يعني، ده مش ممكن. مفيش اصلا حاجه اسمها دستور، ولا في حاجه اسمها برلمان، ولا في حاجه اسمها نائب عام، ولا في حاجه اسمها الحاجات دي كلها في نظام فاشي. النظام الفاشي بتوصل للحكم بتقوى 10 مرات وبتقضي على كل المنافسين السياسيين بتوعها، بتقضي على اي امكانيه حتى من جوه الطبقه البرجوازيه، بتقضي على امكانيه المنافسه السياسيه. هي بتكتم البرجوازيه بس بتدافع عن مصالحها، بتمنعها انها تمارس دور سياسي، بس تقول لها احنا نعمل ده بالنيابه عنك لان انتوا خيبانين بالطرق الديمقراطيه بتاعتكم. وبالتالي ده بيفرق كمان في تكتيكاتنا في التعامل مع الحركه، بمعنى ان هنا لما بنبقى موجودين مثلا في النضالات، مثلا في الاضرابات العماليه، في المعارك السياسيه المختلفه، خلاص في اوقات كتير في ظروف الازمه بنلاقي ناس من المنتميه او قريبه من التيارات الاسلاميه، من الاخوان المسلمين، في الحقيقه بتبقى مشاركه في الحركه دي، والحركه دي بيبقى ليها اهداف، بيبقى ليها في اتجاه الديمقراطيه او في اتجاه العداله الاجتماعيه. في الوقت ده لو احنا بنقول على الاخوان المسلمين ان هم حركه فاشيه، ده معناها ان اللي موجودين دلوقتي في قياده الحركه دي او في صفوفها هم عملاء لاعداء الطبقه العامله، خلاص، وان مش لازم يبقى في مكان اصلا يقفوا فيه وسط الحركه دهيه، وعليها ان احنا نفصل تماما ما بيننا وما بينهم. يعني لو واحد موجود مثلا احنا ممكن نوقف المظاهره، يا اما نطرده يا اما نوقف المظاهره لو هو فاشي بالطريقه دهيه. لكن في الحقيقه لان هي الحل، الاخوان المسلمين مش حركه فاشيه، ولانها اصلاحيه بالمنطق اللي احنا اتكلمنا فيه ده، ولانها تاريخها بيقول انها مش ممكن طول التاريخ ده تبقى حركه فاشيه، فبالتالي في تناقضات جوه الحركه دي احنا بنتكلم عنها، وفي لحظه الازمه ممكن تنفجر التناقضات، فعلينا ان احنا نكسب في الوقت ده الجماهير اللي حوالين الحركه ده. في الحقيقه ان تاريخيا الحركه دي اذا اتخلق بديل ثوري ليها وقدر يطرح خطاب يملى المساحه اللي كان المفروض يملاها اليسار تاريخيا في مصر، وللاسف ملأتها التيارات الاسلاميه بسبب ضعف اليسار تاريخيا، اذا اتخلق يسار قوي يملى المساحه ده بلا شك هيحصل تشققات جوه الاخوان المسلمين حتى لو هم موجودين في السلطه. ده العكس تماما في الحركه الفاشيه. الحركه الفاشيه لما توصل للسلطه بتبقى اقوى بكتير جدا، والقضاء عليها مش ممكن يبقى من جواها، مش انها بتتشقى من جوه، وبالتالي انت هنا بتتعامل معها باعتبارها حركه واحده على بعضها كل متماسك، وبتحاول انك تحفز الطبقه العامله وتقويها ضد الحركه الفاشيه طبعا. لكن الاخوان المسلمين جزء كبير يعني او جزء منها في الحقيقه جوه الطبقه العامله، وغصب عنهم بيندمجوا وبيشتركوا في نضالات الطبقه العامله وبيرددوا الخطاب الاصلاحي بتاعهم. فده فرق مهم جدا في تكتيكاتنا في التعامل، وده خطا تاريخي، خطا اليسار الاستاليني تاريخيا، في مش بس في مصر، في المنطقه كلها، هو التعامل مع التيارات الاسلاميه بمنطق انها تيارات فاشيه، وبالتالي ده من نتائجه الكارثيه بقى بيؤدي الى تحالفات خاطئه تماما، ان الاحزاب الشيوعيه في المنطقه، في كتير من المنطقه في مصر، حزب التجمع والشيوعي المصري وغيره، في الحقيقه في اوقات كتير كانوا بيفضلوا ان هم يتحالفوا مع الدوله الاستبداديه، مع دوله مبارك القمعيه، ضد خطر الاسلاميين الراجعين الظلاميين اللي مش عارف ايه الفاشيين في الاساس. يعني هما بالمنطق ده، فالتحالف مع اي حد، التحالف مع الشيطان زي ما بيقول تروتسكي، هو الحل الوحيد لمواجهه الفاشيه. وبالتالي التحليل الخاطئ، يعني ليه احنا بنتكلم في الموضوع ده وقعدنا ندش فيه كلام كتير كده؟ لان التحليل الخاطئ، التحليل الخاطئ اللي مش مركزي للحركه السياسيه بيؤدي نتائج كارثيه في الحقيقه. ولو اتكلمنا شويه بتفصيل، حتى لو يعني في مره ثانيه ممكن نتكلم بتفصيل بقى في تاريخ صعود الفاشيه في المانيا وفي ايطاليا، هنعرف برضو ان اخطاء تاريخيه كبيره جدا لليسار الاستاليني وللامميه الثالثه بعد ما سيطر عليها البيروقراطيه الاستالينيه هي اللي فتحت المساحه لصعود الفاشيه واحبطت الطبقه العامه.